اليوم تحضر كل ولايات الوطن، كل أطفال الجزائر من شمالها، شرقها، وسطها، غربها، جنوبها، مجتمعين هنا من أجل أيضا أن ينعموا بتلك المنشآت التي شيدتها الدولة من أجلهم ولأجلهم. عملنا جميعا على إسعادهم وعلى أن تكون احتفالية أكثر منها عملية انتقاء. أضف إلى ذلك الشق التقني الذي هو فرصة ثانية للذين لم يعني يحظوا بعملية الانتقاء في المهرجان الأخير، من أجل توطيد أيضا في عيد الاستقلال والشباب روح المواطنة بين الأطفال. رانا هنا باش نشوفوا هاد لي طالون، وان شاء الله هذه حاجه ماشي جديده في الفوتبول نتاع الجزائر اللي شويه رانا جاهلينها هاد البروسبكسيون، وان شاء الله من هاك ان شاء الله تكون عندها قيمه اكثر، ونضم هذه هي كما يقولوا لا سوليسيون نتاع بور فورمي دي بون جوار و سي دي جوار فيتير ليكيب ناسيونال ان شاء الله، وهذه هي لا بون سوليسيون ان شاء الله. هذه المقابله كانت شيء جيده. في الشوط الثاني دخلنا بكل حراره، ان شاء الله ندو الدوره ايا ونولو ندو لا فينال ونولو. اليوم كانت مباراه شابه ومليحه، المنافس تاعنا كان مليح قوي شويه، والحمد لله لعبنا وحطينا روحنا ولعبنا بوره، وان شاء الله ندولا فينا ان شاء الله، ان شاء الله نكون فريق وطني ان شاء الله، مستقبل ان شاء الله. وكما اليوم شفتوا اول مقابله منتخب وهران عريق كبير وعندها الجوار، من اليوم الغالب حاضنا الحق، تحفزنا هذه الدوره نزيدوا نخدموا، مش ان شاء الله مازال قدام، مازال باقي لنا مقابلات غدا ان شاء الله، ان شاء الله تكون فيها خير.